بيان عاجل من الجيش المصري بشأن مقاتلي جيش في سيناء. وإثيوبيا تشتعل، أبي أحمد ينقل صلاحياته، وأمريكا تستعد بكتيب التأمين لسفارتها. ننشر التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، بجرامي مهدد بالسجن 6 أشهر بسبب الزواج الثاني. والبقاء لله، وفاة 3 شباب مصريين دفنا. ننشر التفاصيل. ووالد النني يحبط النادي الأهلي المصري وينشر مفاجأة. وبعد زواج بجرامي الثاني، أستاذ فقه بالأزهر ينشر مفاجأة لكل المصريين. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لأكتر من 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وإثيوبيا تشتعل، أبي أحمد ينقل صلاحياته، أمريكا تستعد بكتيب التأمين للسفارة الأمريكية في إثيوبيا. وتواصل قوات جبهة التحرير التجري تقدمها في المعارك الدائرة مع الجيش الإثيوبي صوب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في وقت نقل فيه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد صلاحياته لنائبه وزير الخارجية ديميكي ميكونين، وسط حالة من الارتباك والقلق بين المواطنين وتوقعات بانهيار النظام الإثيوبي وتحذيرات متتالية من مختلف الدول ومناشدات عاجلة لرعاياها بمغادرة إثيوبيا المضطربة. ونقلت هيئة البث الإثيوبية فانا عن المتحدث باسم الحكومة تولو تأكيد أن نائب رئيس الوزراء ميكونين سيتولى إدارة الشؤون اليومية خلال فترة غياب أبي أحمد من مهام منصبه. وتقترب المعارك في إثيوبيا من العاصمة أديس أبابا، إذ اقترب قوات جبهة تحرير شعب تجري من السيطرة على مدينة دبر برهان التي تبعد عن عاصمة إثيوبيا بأقل من 130 كيلومتر. وعلى مدار الساعات القليلة الماضية ومع احتدام الحرب الإثيوبية، دعت كل من ألمانيا وفرنسا رعاياها إلى مغادرة الأراضي الإثيوبية بشكل عاجل بعد تحذير مماثل أطلقته الولايات المتحدة، فضلا عن مغادرة شبه كاملة لبعثة الأمم المتحدة المتواجدة في إثيوبيا. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول عسكري أمريكي ومصدرين مطلعين آخرين أن الجيش الأمريكي نشر قوات عمليات خاصة في جيبوتي لتقديم المساعدة لسفارة البلاد في إثيوبيا إذا تدهور الوضع هناك. المصدر معنا كان من صحيفة اليوم السابع، يعني أعتقد أنه يعني بنقل صلاحيات أبي أحمد لوزير الخارجية الإثيوبي ميكونين. أعتقد يعني هذا نوع من أنواع الهروب. قبل يعني أترك لحضراتكم التعليق، لأنه يعني صعب أنه ينتقل لساحة المعركة ويقف يعني يحارب كده، موضوع هيبقى صعب. وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الجيش المصري بشأن مقاتلي الجيش في سيناء. تفقد وزير الدفاع المصري محمد زكي معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني في شمال سيناء. أكد الوزير على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، وأشاد بدور القوات المصرية لتهيئة المناخ الآمن لاستمرار عملية التنمية لأهالي سيناء. كما أعرب عن تقديره للدور الوطني لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار. وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع مقاتلي جيش الثاني الميداني، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات محليا وإقليميا وعالميا، وطالبهم بالحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التي قد توكل إليهم بكفاءة واقتدار. مصدر معانا كان من صحيفة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تحية كبيرة للجيش المصري، وتحية طيبة للعملية التنموية في سيناء، ويعني تسكين أهالي سيناء وجعل سيناء يعني محافظة عظيمة مثل باقي محافظات مصر بل وأعظم إن شاء الله.
ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى، بجرامي مهدد بالسجن 6 أشهر بسبب الزواج الثاني. وكشف عدد من المحامين المصريين أن بطل كمال الأجسام العالمي رامي السبيعي بجرامي مهدد بالسجن 6 أشهر على خلفية زواجه الثاني دون إخطار زوجته الأولى. وقالت المحامية مها أبو بكر إن القانون المصري أقر عقوبات على الزوج في حال عدم إعلام الزوجة الأولى بالزواج من الثانية من خلال تقديم معلومات وبيانات مضللة تمنع إخطار الزوجة من قبل المأذون، مبينة أن القانون أقر عقوبات على الزوج في هذه الحالة تصل الحبس 6 أشهر وغرامة مالية 200 جنيه، كما يحق للزوجة طلب الطلاق لوقوع ضرر. فيما قال المحامي مايكل رؤوف إن القانون أقر عقوبة الحبس 6 أشهر على الزوج في حال أدلى ببيانات خاطئة تحول دون إعلام الزوجة الأولى، ويمكن للزوجة طلب الطلاق للضرر. وقبل ساعات أعلن مدير أعمال بجرامي أنه أتم زواجه الثاني منذ فترة طويلة وأن الزوجتين الأولى والثانية على ذمته. أكد الصور التي انتشرت لحفل زفافه كانت منذ فترة، بينما كشفت الزوجة الأولى أنها علمت بنبأ الزواج من وسائل الإعلام. مصدر معنا كان من صحيفة القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. في آخر الفيديو هنقول يعني الحكم الشرعي في ما فعله بجرامي، وأترك ليكم التعليق في النهاية. ولكن للأسف الآن ننتقل لخبر آخر، والبقاء لله، وفاة 3 شباب مصريين دفنا. وتوفى 3 شباب مصريين في الأردن بطريقة مأساوية بعدما ذهبوا الثلاثة للعمل في حفر بئر مياه بإحدى المناطق، وخلال عملهم انهارت عليهم الحفرة ليتوفوا على الفور. وقال علي شكري أحد أهالي قرية شعلان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم إنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من أحد جيرانهم الذي يعمل في الأردن ليخبرهم بوفاة 3 شباب من القرية بسبب انهيار حفرة عليهم خلال عملهم في حفر بئر مياه بالأردن، وأنه جاري انتشال جثثهم ونقلها للمشرحة. وأشار شكري إلى أن الشباب الثلاثة هم عمرو عبد الحميد يوسف وخالد علي عبد الونيس وعلاء طلعت عبد الله سنوسي، وجميعهم من عزبة الهاين التابعة للوحدة المحلية بشعلان، وأنهم سافروا إلى الأردن قريبا. وضح أنه تم إخبار أسرهم بنبأ وفاته، وأنه جاري التواصل مع شباب القرية في الأردن لمتابعة موقف إعادة جثامين شهداء لقمة العيش الثلاثة إلى مسقط رأسه. وتم الكشف على أن الأهالي الآن في القرية في انتظار إنهاء إجراءات استخراج تصاريح الدفن وإرسال الجثامين إلى مصر ليتمكن ذويهم من تشييع جثامينهم ودفنهم في مقابر أسرهم بالقرية. أكد أن القرية بالكامل حزينة على الشباب الثلاثة حيث وصفوهم بشهداء لقمة العيش. مصدر معنا كان من الوطن، ربنا يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله ويصبر قلوب أهليهم. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وكان في بعض الإشاعات انتشرت عن إن النني هيرجع النادي الأهلي مرة أخرى، ولكن والد النني بيحبط النادي الأهلي المصري وينشر مفاجأة. أكد ناصر النني والد لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي محمد النني أن رجله لا يفكر في العودة للدوري المصري في الوقت الحالي. وقال ناصر النني في تصريحات تلفزيونية ينتهي عقد محمد مع أرسنال في نهاية الموسم الحالي، والنادي لم يفكر في فسخ التعاقد معه كما نشر مؤخرا. وأضاف أن ابن محمد النني شارك مع أرسنال في مباراة ليفربول في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، أكد أن هذا دليل على اقتناع مدرب أرسنال بمحمد وإمكانياته. وأكمل ناصر النني من الصعب أن يعود محمد النني لمصر خلال الفترة المقبلة، وكل ما يثار بشأن تعاقد الأهلي معه غير صحيح. وكانت صحيفة ذا صن البريطانية كشفت الأسبوع الماضي أن أرسنال سيفسخ عقد النني ليفسح له المجال للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. مصدر معانا كان من بعض الوكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وكما قلنا يعني عبارة عن إشاعات. الإشاعة الأولى إن نادي أرسنال لن يفسخ عقد محمد النني. الإشاعة الثانية إن بالطبع النني مش هيعمل عقد مع النادي الأهلي، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. نرجع مع بعض الموضوع بجرامي. وبعد زواج بجرامي الثانية
أستاذ فقه بالأزهر ينشر مفاجأة لكل المصريين. كشف الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر عن شرط عدم التعدد عند الزواج، وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة أشار الشيخ أحمد كريمة إلى أن المذهب الحنبلي أو الحنبلي، يعني مش عارف بالضبط النطق الصحيح، ولكن هذا المذهب أجاز للمرأة أن تشترط عند إنشاء عقد الزواج الصحيح على زوجها ألا يتزوج عليها أو يخرجها من بلدها أو يمنعها من العمل والوظيفة أو يحول بينها ودراستها، وإذا قبل الزوج فإنه يكون ملزما بالعمل به. وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف: ليتنا نعيد القضاء الشرعي لحل معضلات فقه الأسرة والأحوال الشخصية كما كان في القرن الماضي. ومن يقول إن تعدد الزوجات من السنة كاذب، لافتا إلى أنه إذا لم تشترط الزوجة ألا يتزوج عليها في عقد الزواج الصحيح، فإن من مكارم الأخلاق أن يتحلى الزوج بالشفافية والصراحة والمصداقية، خاصة أن الإسلام والشرائع السماوية كافة تحرم الكذب والخداع والتدليس والتزوير، وأن هناك حالات يفضل فيها ألا يخبر زوجته بأنه سيتزوج عليها لأمور تخصه، وهذا لا يؤثر في سلامة العقد. وأكد أحمد كريمة أنه يستحب ويفضل ومن مكارم الأخلاق أن يعلم الرجل زوجته ويقنعها، مشددا على ضرورة إعادة آداب فقه الأسرة للأسر المصرية والعربية، لأنه أصبح غائبا عنهم، وهو ما يؤدي إلى حدوث فضائح وفظائع عبر منصات التواصل الاجتماعي تنال من سمعة الناس. وبحسب صحيفة الوطن، حاولت مقدمة البرنامج أن تحصل من الشيخ على حكم شرعي في واقعة زواج بطل كمال الأجسام الإعلامي بجرامي دون معرفة زوجته الأولى، ولكن أستاذ الفقه رد عليها قائلا: يعني بيقول لها ابعديني عن الحالة الشخصية، لأن عملنا الأكاديمي والدعوي لا يجعلنا ندخل في معارك، ولا أدعو بكلامي هذا إلى التعدد، هو أمر جائز، فالأصل في الزواج ليس التعدد، ومن يقول أن التعدد سنة أقول له أنت كذاب، فهو جائز إذا وجدت المقتضيات، كما أنه ليس حراما أو مكروها. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ودلوقتي كده عرفنا يعني الحكم الشرعي في يعني زواج بجرامي من الثانية، والناس كانت بتقول إن اللي عمله ده حرام وما ينفعش، لا فيش حاجة اسمها حرام، اللي عمله حلال، وإحنا ما نعرفش يعني ظروفه الخاصة شكلها إزاي، فما نقدرش نحكم، إحنا ما لناش دعوة، إحنا يعني خلينا في حالنا أفضل. ويعني من وجهة نظري الشخصية أنا شايف إن البيج رامي اللي عمله ده حلال جدا، ما فيهوش أي كلام، ولكن يعني برضو هقول إحنا ما لناش دعوة، لأن حياته الشخصية هي خاصة بيه هو وزوجته، فده هو يعني قصدي من الموضوع. احنا جينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم ان شاء الله. كان معكم اسلام الامير من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا ايرين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.